ذكاء بذكاء كبير نتابع. استغل لمسة وشد اللاعب لليد ديالو، وبالتالي لم يتأخر الحكم في إعلان عن ضربة جزاء. لاعب رقم 3 عبد الواحد وهيب هو الذي كان من وراء عبد الواحد وهيب هو اللي كان من وراء هاد ضربة الجزاء التي سينفذها فهد كاردو. لحد الآن يمكن أقول بأنه فهد 22 دقيقة، إذن يتمكن من الحصول على ضربة جزاء وفرصة من أجل تسجيل الهدف الأول بواسطة اللاعب فارس كدود، نفس اللاعب الذي تحصل على ضربة جزاء عقب العرقلة ويسجل الهدف الأول. الهدف الأول بعد تورط عبد الواحد وهيب في ضربة جزاء، فارس كدود يسجل الهدف الأول في حدود الدقيقة 23. إذن فهد كاردو نفذها بشكل جيد وكانت بعيدة عن الحارس. محاولة حقيقية للتسجيل وضربة جزاء، ضربة جزاء ضربة جزاء. إذن سنتابع ما الفعل. كانت لمسة اليد، إذن فهد كردود هو صاحب التمريرات. إذن الحكم كان قريب وبالتالي يعلن ضربة جزاء ثانية. إذن ضربة جزاء ثانية والعد العكسي للدخول في الخمس دقائق الأخيرة من هذه الجولة الأولى ابتدأ. إذن سنتابع مرة أخرى. محاولة وفهد كردود يسجل الهدف الثاني. إذن رغم كانت المتابعة للحارس لكن لم يتمكن. إذن الهدف الثاني. إذن سنتابع فهد كردود من فريق الشباب المحمدية يسجل الهدف الثاني بطبيعة الحال. وبالتالي حكم لم يعلن عن اي شيء. سنتابع الان هذه الهجمة لفريق بلدية الداخلة. هناك تبادل كروي جميل على مستوى خط وسط الميدان لكن لا يتم الحسم. سنتابع الآن هذه محاولة جيدة جيدة كمال قرع. الهدف الثالث، الهدف الثالث في حدود الدقيقة 43. كمال قرع يسجل الهدف الثالث لفريق الشباب المحمدية. إذن كمال قرع يسجل الهدف إذن هدف
الثاني. إذا سنتابع هذه محاولة، والحكم يقول ضربة جزاء. إذا هي مباراة ضربات الجزاء بطبيعة الحال. الحكم التمسماني إذن ضربة جزاء في بداية الجولة الثانية. لفريق مولودية الدخلة، إذن هذا الهدف سيعطي الدفء. سيعطي الدفء. نتابع. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.